أشجار الفواكه في مصر أشجار ناجحة وجميلة، وعندنا فاكهة مميزة. يعني لما نيجي نتكلم نقول الخوخ، لا ليه سعر في السوق، نيجي نقول برقوق أو التفاح، دي جدوى اقتصادية كويسة للمزارع، لكن بصراحة هي زراعتها صعبة، ما هياش سهلة، عايزة رعاية وعايزة مهارة في التعامل معها. طب لو في مشكلة أساسا بقى في المياه تؤثر على جودة الإنتاج. الأول أنا برحب بيك وبشكرك على المجهود اللي أنا بسجله النهاردة. أهلا بيك. أتعرف بيك؟ فضل. سعيد الجداوي، محافظة البحيرة. أحسن ناس. هو إحنا فين هنا دلوقتي؟ إحنا دلوقتي في قلعة الشهداء تبع الإمام مالك، وادي المطروح، محافظة وادي المطروح. إيه قصة قلعة الشهداء؟ يعني دي إيه؟ دي كنا تبع كرة شباب الخريجين، صح؟ دي كرة، وأما الإمام مالك تبع مركز الإمام مالك. تمام. تبع وادي النطروح. بقالكم كام سنة هنا؟ إحنا بقالنا هنا بتاع 10-12 سنة. لما باجي أدخل أشتغل في أرض جديدة ولسه أنا غريب عن المكان، ببتدي أستكشف الموضوع، أشوف الزرعة اللي هتنجح معايا، أجرب بالراحة. أول ما جينا هنا كان الوضع إيه؟ اول مدينه الاول غير النهارده، الوضع معايا بيتغير، دي يعني بيتغير زرعه عن زرعه، بيتغير سنه عن سنه، الوضع بيكون في الاحسن. بشوف اهله اللي كان اوحش معايا من السنه اللي فاتت، بحاول ان انا اخد فكره عنه واعدله. اجتهد فيه واعدله. فيها زرعه زرعتها هنا اول ما جيتوا ما نجحتش معاك، ما نفعتش تكمل؟ زرعت الخوخ ما نفعش الخوخ، ما قدرش يقاوم على نسبه الاملاح اللي في الارض، ده نسبة خوخ، بس التاني خوخ بيضة. ما قدرش يصندل معايا، فجبت صنف تاني. تمام. المية عرفت منين نسبة الملوحة فيها ارتفعت؟ احنا خدنا منها نسبة ورحنا حللناها. خدت جزء ورحت حللناها. خدنا منها جزء ورحنا حللناها. قالوا لك كام في الجزء في المليون؟ تلاقينا نسبة الملوحة بتاعتها عالية جامد. عالية جامد. انا سألت هنا في المزرعة قالوا لي وصلت 1600، انت سمعت الرقم ده؟ وصلنا 1600، وصلت 1600. نصحوك تعمل ايه؟ يعني انت رحت معمل تحلل المية، فلما قالوا لك النتيجة النسبة مرتفعة، ما قالولكش اي توصيات ولا قالولك النتيجه وبس؟ والله قالوا النسبه عاليه، بس في يعني في شركه مثلا بنزل الجهاز، سمعنا عنه، قابلت واحد قلت له نسبه الملوحه عندي في الارض، وصلني للمكان بتاعكم اللي انا اروح اجيب منه الجهاز. طيب. فجبت الجهاز وركبته في الارض، طيب ادينا محصول احسن وادينا انتاج احسن. محصول احسن وانتاج احسن، دي انا عايز اعرفها بالتفصيل. لما يكون الملوحه مرتفعه، قلت لي الشجر ما اشتغلش معايا الخوخ، ايه اللي كان بيحصل في الشجر علشان ما اشتغلش معايا؟ هو نسبة الملوحة هنا عالية، يعني التأثير بيبان على الورقة، بيبان على السقان، بيبان على الخشب بتاع السيارة ذات نفسه. والورق بعد كده، ما هو ايه اللي يغذي السيارة؟ الجدر بتاعها. أيوة. واللي يغذي العوق النبات بتاعها. صح. فنسبة الملوحة بتاعتها عالية جدا جدا في الأرض. انت كنت موجود اول مره ركبوا التكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي عندكم هنا؟ كنت موجود. اول ما شفت الجهاز وهو بيركبه قلت ايه؟ اقتنعت؟ ما كنتش مقتنع. أيوة. ما كنتش مقتنع بالجهاز لما سنة في اتنين قلنا النتيجة عتبان، انت جالك بعد 6 أشهر. تمام. بعد 6 أشهر تبان في الأرض. احنا النهاردة كده بقالنا 3 سنين. أيه. بعد الجهاز. أيه. بين أحسن من الأول، بين أحسن من 6 أشهر، بين أحسن من السنة، كل سنة بتزيد، لأن الأرض بتتعافى معايا. يعني هو النتيجة هتبان بعد 6 شهور على الشجرة وعلى المحصول. أكيد طبعا. لكن أنا عندي أرض مجهدة، فأنا عايز أحسن من خواص التربة نفسها. الأرض نفسها أنا شايف إن حتى لما بدخل مكان فيه نسبة أملاح بيبقى باين على حوالين الشجر وعلى الأرض، مفيش الكلام ده هنا. هو بالنسبة للأملاح بتبقى مثلا مناطق حتت يعني، ماشي. في حتة بقعة أرض بتبقى نسبة الملوحة بتاعتها خفيفة شوية. الإنتاج عندك زاد؟ الإنتاج زاد. يعني الشجرة بقت تحمل أكتر دلوقتي؟ الصيرة حملت على الأول وزادت معايا في الوسع وفي الإنتاج. يعني إيه في الوسع بقى؟ يعني الصيرة معايا ربعت من الأربع تجناح. أيوه. ده اللي أنا عايز أسمعه منك بقى، أنت راجل فلاح. فعايز افهم يعني الشجره في الوسع يعني ربعت، يعني الصيره ربعت معايا، بقت في سقان عندي، بقت تحمل محصول، فتديني انتاجيه اعلى فاكسب اكتر. دي شجره الخوخ، ده كلام المزارع. احنا موجودين على ارض الواقع بنرصد نجاح لتكنولوجيا، بنقول ده علم يا جماعه، تعالوا شوفوا الناس عملت ايه واشتغلت ازاي. بلاش نقول ان احنا عندنا مشاكل، هقلع الشجره، مش هينفع ازرع المحصول ده، اصل هم زرعوني احسن ازرع محاصيل تانية. لا، خلينا كده نفكر ازاي نبتدي نستفيد من تكنولوجيا موجوده على ارض الواقع بايادي مصريه، عشان نعظم الاستفاده من كل قطره مياه، نعظم الاستفاده من التسميد، نزود الانتاج. ده هيعود بالنفع علينا كلنا كمصريين.